بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في المحاضرة التاسعة، محاضرة البروجكت هيومن ريسورس مانجمنت، إدارة الموارد البشرية. الموارد البشرية مش زي ما كتير مننا بيفتكر إن هي زي شؤون العاملين. شؤون العاملين يعني إن أنا أبقى عارف الناس رواتبهم إيه، أجازاتهم إيه، مستحقاتهم إيه، في حد عايز طلب معين أعمله له، دي كده شؤون عاملين أو شؤون أفراد. لكن إدارة الموارد البشرية الوضع مختلف، بالظبط زي لو انا عندي ريسورس اللي هو معدة مثلا، والمعدة دي عايز اخد منها افضل انتاجية. طيب بتشتغل قد ايه وبتقف قد ايه وفترات الصيانة قد ايه وهكذا، ده وانا بفكر في المعدة. نفس الشيء في الهيومن ريسورس مع حاجات افضل. الريسورس البشري او المورد البشري اللي هو الانسان، الانسان ده ممكن يبقى احد العمال عندي، ممكن يبقى احد المشرفين المهندسين، محتاج ان انا اوظفه واعمل له اوبتمايزيشن بحيث ان انا اخد منه اكبر قدر، مع اعتبار ان هو انسان. يعني ممكن ان انا احفزه عشان يبقى حابب الحاجة اللي هو بيعملها، فيديني برودكتيفيتي اعلى ويبقى سعيد وهو بيدي البرودكتيفيتي دي. فبيدخل في الموضوع بعض العوامل الانسانية اللي انا محتاج ان انا اراعيها، ويعني يمكن بتكسبني كمان زيادة، لان المعدة لو قلت لها اعملي الحاجة دي هتعملها، لكن مش هتضيف جديد، مش هتحاول تبتكر فكرة مختلفة. لكن الإنسان لما بقول له اعمل كذا كذا ممكن يولد لي أفكار ويقول لي طب إيه رأيك بدل ما نعمل دي نعمل حاجة تانية هتبقى أفضل. فبالتالي إنسان بيفكر، يقدر ان هو يديني برودكتيفيتي أعلى، يقدر يديني أفكار إبداع، حاجات مش موجودة في بقية الريسورسز. قبل ما نبدأ في البروسيسز بتاعتنا هناخد بعض الرولز والريسبونسبيليتيز، المسؤوليات كده، عشان نتعرف يعني ايه على الأدوار. هي مش من ضمن المنهج قوي لكن مهمة للفهم العام للهيومن ريسورسز. نبدأ سريعا كده فيها. السبونسر الممول، وكنا اتكلمنا عنه في الشابتر بتاع الانتجريشن قبل كده، وقلنا السبونسر ده هو الراجل اللي هيدفع الفلوس، هو اللي هيدي الموارد المالية للمشروع. فبالتالي هو اللي هيحدد ايه هي الاحتياجات، ايه هو الانيشال سكوب بالنسبة لي، انا عايز اعمل ايه، عايز اعمل كومباوند مثلا في 200 فيلا، عايز اعمل مصنع للاسمنت، عايز اعمل ايه، ايه الانيشال سكوب بتاعي، عايز فندق مثلا كذا غرفة، ولا عايز مستشفى 200 سرير. فهي دي الانيشال سكوب. جيفينج اوثوريتي تو بروجكت مانجر، هو اللي بيفوض مدير المشروع وبيديله الصلاحيه وبيقول فلان الفلاني ده هو مدير المشروع، من قبل المالك طبعا، هو مدير المشروع اللي مسؤول عن المشروع قدامي، وبيدي انفورميشن المطلوبه عشان اقدر اعمل ميثاق المشروع البروجكت شارتر. في مرحله البلاننج ممكن ان هو يقول ايه الريبورتس اللي هو محتاجها عشان ياخد فيدباك عن المشروع، ويحدد مخاطر، بس مخاطر هاي ليفل. هاي ليفل يعني اللي هي 2-3-4، الحاجات الرئيسية قوي اللي هي حاجات يعني ايه مدير المشروع مش هيبقى شايفها، مش ديتيلز قوي يعني. وبيدي الاثورايزيشن للبروجكت مانجمنت بلان، لما مدير المشروع بيعملها وبيعرضها عليه السبونسر بيقول دي اوكي بالنسبة لي كبروجكت مانجمنت بلان، بتبقى شاملة كل البلانز وكل البيز لاين بتاعت التايم والكوست والسكوب. طيب في الاكسكيوشن والمونيتور اند كنترول، هو اللي بيعمل ابروفال على اوامر التغيير. ما ينفعش اي امر تغيير يتنفذ غير لما يبقى السبونسر قال اوكي، لانه هو اللي هيدفع الفلوس او صاحب الصلاحية المفاوض منه. مثلا يعني ممكن في الوزارات ساعات بيبقى السبونسر هو وزارة المالية، بس في تفويض للوزير مثلا ان هو يعتمد اوامر التغيير لحد ليميت معين، ولو اقل الليميت ده ممكن مدير الادارة الهندسية يعتمده، لو اعلى شوية يبقى لا وزير زائد عضو من المالية زائد عضو مش عارف من اي لجنة مثلا معينة اللي هي اللي بتبقى مختصة بالموافقة على اوامر التغيير، Change Control Board. فبالتالي ان هو بيعتمد اوامر التغيير بيحل المشاكل البعيدة عن النطاق بتاع مدير المشروع. مدير المشروع خاص بالمشروع، لكن في حاجة متعلقة مثلا بالفاينانشال ريسورسز واعتمادات مالية للمشروع وهكذا، ما بيبقاش مدير المشروع قادر على ان هو يحلها، فممكن السبونسر هيحلها له. يجاوب على الاسئلة المتعلقة بالسكوب، طبعا مش السكوب التفصيلي، السكوب بس كانيشال سكوب. وامبوز للكواليتي بوليسي، الكواليتي بوليسي بتاعتنا هتبقى ايه، انا عايز الكواليتي توصل لانهي جريد.
في الكلوزنج لازم ان هو بيعمل فاينل اكسبتنس، موافقه نهائيه، هو ده المنتج اللي انا عايزه، لا زود شويه، لا ده ما كانش متوقع، انا كنت فاكر حاجه مختلفه، هنحتاج نزود حاجه، وهكذا. فانكشنال مانجر، الفانكشن مانجر اللي هو المدير الوظيفي، وكنا قلنا قبل كده ايام الفريم ورك ان ممكن الانفايرمنت نفسها تبقى بروجكتايز او فانكشنال او ماتريكس، خليط ما بينهم. فطبعا الفانكشنال مانجر هيظهر فيه سواء كانت ماتريكس او فانكشنال، بيبقى له وظائف معينه زي مثلا مدير اداره هندسيه، مدير حسابات، مدير تسويق، مدير حاجه معينه، قسم معين، احد الاقسام في الشركه. فطبعا لا شك ان هو ممكن يبقى له صلاحيه ساعتها على الريسورسز، لو الريسورسز دي اساسا تحت ايديه ومتاخدين فقط لغرض المشروع فهو الريسورسز ما زالوا تابعين ليه. يبقى individual who manage resources in specific department، في ديبارتمنت معين هو مسؤول عن resources، resources يعني موظفين او موارد. assign resources with project manager، بيعين الريسورسز دي مع البروجكت مانجر، بيقول اوكي انا عندي في القسم في 20 واحد، طيب خدوا منهم الثلاثه دول للمشروع، اتس اوكي بالنسبه لي. approve final schedule and final project management plan، لما يكون مجال الوظيفي متعلق بالموضوع، زي مثلا مدير شؤون صحيه وفي مدير تاني بتاع المشروع هو اللي بيبني المستشفيات، ففي تعارض ما بينهم، او مش تعارض يعني في اشتراك ما بينهم في شكل المستشفى هيبقى عامل ازاي، فبيبقى في تواصل ما بينهم ان هو يوافق على الجدول الزمني وخطه اداره المشروع. recommend change to the project، ممكن ان هو زي موضوع بتاع المدير الشؤون الصحية يقول لا المستشفى اللي البروجكت مانجر دي عملها، عمل الشكل بتاعها او الدروينجز بتاعتها، لا تحتاج ان انا ازود عليها حاجة معينة بسبب ان في تكنيكس معينة في الصحة مثلا انا محتاج ان انا ازودها لعلاج بعض الامراض المعينة، وهكذا. البورتفوليو مانجر، وكنا عرفنا البورتفوليو ان هي فيها مشاريع بس غير مرتبطة، مش زي البروجرام، البورتفوليو بتبقى المشاريع غير مرتبطة لكن بدرها مع بعض لان هي ليها هدف استراتيجي واحد. manage unrelated projects، ensure the selected project provide value to the organization، هل فعلا المشروع ده اللي انا بعمله بعمل مشروع بس وخلاص عشان يبقى اسمي ان انا عمال اعمل مشاريع قدام الوزارة او قدام المدير بتاعي عمال ازود مشاريع، لا البورتفوليو مانجر بيقول لا المشروع ده مش مطابق للسياسات بتاعتنا، مش مطابق للاهداف بتاعت الorganization. getting the best return from resources invested، لا شك ان هو لازم يبقى باصص ناحيه ماليه شويه، انا بستثمر، طيب العائد على الاستثمار ده عائد احسن عالي ولا قليل ولا في بدائل احسن، فبيبقى نظرته اعلى شويه من البروجكت مانجر في الحته دي. البروجرام مانجر مرحله في النص، كنا قلنا البروجرام عباره عن كذا مشروع ممكن اديرهم في نفس الوقت عشان هيدوا غرض معين يعني او لهدف معين بسبب ان هم متعلقين ببعض بشكل معين. manage group of related projects، adjust projects for program benefit، من خصائص البروجرام ان يبقى في حاجه اسمها benefits في البروجرام، منافع، فهو بيبقى البروجرام مانجر مختص باداره المنافع، ودي يعني اوت اوف سكوب للبي ام بي. guide and support project managers، بيبقى تحتيه مدراء مشاريع بيعمل لهم ارشاد او توجيه ودعم. التيم الفريق نفسه، help identifying requirements constraints and assumptions، بيعمل الشغل بقى اللي بيطلب منه من مدير المشروع. help creating WBS time cost estimation، شغل المشروع نفسه يعني. execute comply with project management plan، بينفذ او بيتطابق مع خطة إدارة المشروع. recommend changes، بيوصي بتغييرات لو فيه. مدير المشروع البروجكت مانجر هو المسؤول عن المشروع، يعتبر مسؤولية تامة، هو المسؤول عن كل حاجة في المشروع، بالرغم حتى لو معاه جزء من التيم معاه فريق يعني بينفذ، لا شك ان المسؤولية في النهاية تقع على مدير المشروع. طبعا مش لازم ان هو يكون تكنيكال اكسبرت، مش لازم ان هو يكون خبرة عالية جدا في احد المجالات الهندسية زي الستراكشرال انجينيرينج ولا الاركتكتشرال ولا ايا كان، لكن المهم ان يكون عنده المهارات الإدارية والنوليدج في البروجكت مانجمنت. هو بيعمل انفلونس للبروجكت تيم اند اتموسفير، لا شك ان هو بيبقى هو اللي عنده الهمة ان هو يغير الموضوع ويزق الناس، لان الناس في كتير منهم بطبيعتهم بتبقى كسلانين شوية يعني محتاجين ايه رقيب دايما، محتاجين حد وراهم، فهو اللي بيبقى عنده الهمة دي ان هو الناس كلها يعني قلقانة منه او ايه يعني عاملة له حساب ان هو اللي بيغير الاتموسفير او ان هو اللي بيعمل انفلونس للاتموسفير دوت.
coordinate interaction between the project and key persons. لا شك ان بعض الناس بيبقى ضروري التعامل معاهم من قبل المشروع اللي هم الكي بيرسونز، فهو مدير المشروع اللي بيوجد الانفايرومنت دي او بيعمل الكونتاكت ما بين افراد الفريق والكي بيرسونز دول، سواء كان مثلا ستيك هولدر مثلا من الناس المهمين اللي تبع المالك او اي حد تاني. طيب select appropriate processes for the project، هو اللي بيختار البروسيسز المناسبه للمشروع للدايركت بلاننج ايفورتس، حتى لو مش هو اللي بيعمل البلاننج ايفورتس بنفسه لكن هو بيوجهها، هو اللي بيبقى عنده الفيجن او عنده الرؤيه البلاننج هيبقى ازاي هنشتغل لو عندنا اكتر من مبنى مثلا. طب نعمل المبنى ده الاول ولا ده؟ طب محتاجين هنا ده نديه للكونتراكتور والجزء الثاني نعمل له سبلاي من خلال فيندور ثاني ولا لا. Identify, analyze constraints and assumptions، هو اللي بيبقى عارف القيود والassumptions الفرضيات وبيعمل لها تعريف وبيحللها، حتى لو مش هي طالعة منه، حتى لو طالعة من حد تاني مثلا من أفراد الفريق أو من الستيكهولدرز، بس هو مسؤوليته إن هو يكون واخد باله منها وعارف الإمباكت بتاعتها إيه. assist and support team، لا شك ان اللي هو اللي بيدعم التيم اثناء موضوع الاكسكيوشن. وdetermine and deliver required levels of quality، بعد ما بيعرف من السبونسر الليفل اوف كواليتي كتوب مانجمنت او كتوب ليفل عامل ازاي، هو اللي بيبدا يتكلم بقى على الكلام ده خلال المشروع نفسه او في السكوب، لما بيجي يفصل السكوب بيقول دي درجه الجوده بتاعتها ايه ودي ايه ودي ايه. Determine need for changes، هل محتاجين لتغيير ولا لا، وان كان هو مش صاحب الصلاحية في اخذ القرار الموافق على التغيير لكن بيبقى عنده الدلالات. Maintain control over project، على طول عمر المشروع بيبقى واخد باله من الكنترول والرقابة. Must say no when necessary، مقصود بيها ان هو ما يبقاش يعني طيب بزيادة اي حاجة بتعرض عليه، عايزين نعمل دي طيب اوكي، عايزين نعمل دي اوكي، لا لما يبقى فيه فعلا احتياج يقول له، خاصة لو الاحتياج الطلب ده جاي من فوق مثلا بيقول له اعمل المشروع، هو سنتين تكون مخلص المشروع وهو شايف ان المشروع يستحيل يخلص في سنتين لازم ثلاثة، فلازم ساعتها يقول له، او لو كانت مثلا متعلقة بالفاينانشال ريسورسز او الفاندينج. Apply project management knowledge، قلنا في الأول لازم يكون عنده knowledge وهيطبق ال project management knowledge ديت. Spend more time being proactive than reacting with problem، لا شك إن هو المفروض يكون عنده خبرة باعتبار إن هو يعني نفذ مشاريع قبل كده، فعارف إن المشاكل هتبقى فين، فلازم يكون متوقع للمشاكل هتيجي منين، مش يستنى لما المشكلة تحصل ويبدأ إنه يتعامل معها. طيب البروجكت مانجر with human resources، مع جزء بس بتاع الموارد البشرية. determine what resources will be needed، لشك ان هو عايز يقول مين هم افراد الفريق، انا محتاج مهندسين ايه، محتاج staff supervisors ايه، محتاج مين يكون معايا accountant مثلا ولا لا، محتاج واحد للماركتينج، واحد للبرزنتيشن وورك وهكذا. create job descriptions، لما بيقول انا محتاج الناس ديت، طب الجوب ديسكريبشن بتاع كل واحد عباره عن ايه. create project team directory، هنتعرف على البروجكت تيم دايركتوري بعد كده، اللي هو زي جدول كده او قاعده بيانات خاصه بالفريق والبيانات بتاعتهم. create human resource plan، وcreate recognition and rewards system، نظام المكافآت والتقديرات. make sure that all roles and responsibilities are clearly assigned، يتأكد من ان كل الادوار اللي عملناها في المانجمنت بلان بتاعت الهيومن ريسورس كل الادوار دي خلاص فعلا تم تسكينها، تم اتعمل ليها assigning ولا لا. report team members performance، التقارير عن الاداء بتاع التيم ممبرز. understand training needs for team members، يتفهم مين اللي عنده ضعف في حاجه، ولما يلاقي واحد عنده قصور من التيم مش معنى كده ان هو يمشيه، طالما هو كويس في بقيه الجوانب الثانيه لكن في جانب واحد ضعيف المفروض انه يقويه، يعمل له تريننج اكتر. طيب كده يبقى اتكلمنا عن الجزء بتاع الرولز والريسبونسبيلتيز، هندخل في موضوع البروسيسز اللي عندنا. احنا كان عندنا في الشابتر ده اربع بروسيسز: plan human resource، acquire project team، develop project team، manage project team. الاولى plan human resource هي دي الوحيده اللي في البلاننج، الثلاثه التانيين في الاكسكيوشن، مفيش حاجه في الانيشيشن ولا المونيتور كنترول ولا الكلوزنج. البروسيس الاولى عندنا هي plan human resource management،
الهدف منها زي ما بقيت الشباتر كان كل شابتر بيبدأ بالبروسيس دي اللي هي ان انا بعمل بلان فرعية خاصة بالنولج اريا ده. فنفس الحكاية هنا انا عايز اعمل حاجة اسمها Human Resource Management Plan، خطة ادارة الموارد البشرية، وهو ده التارجت بتاعي هنا. طيب الانبوتس اللي عندنا Project Management Plan، Activity Resource Requirements ايه المتطلبات من الموارد، Enterprise Environmental Factors و Organizational Process Assets. سريعا ندخل في التولز والتكنيكس اللي عندنا. التول والتكنيك الاولاني معانا organization charts and position description. الorganization chart لا شك ان انا محتاج في البلاننج ان انا اقول ايه هي الوظائف اللي انا عايزها، مش هبدا اعين وخلاص، ما انا لازم ابقى محدد يعني انا محتاج كم مهندس مدني، كم معماري، كم كهرباء، كم ميكانيكا، محتاج مشرفين قد ايه. طب لو عايز مدني يعني المهندس ده يبقى سنه صغير، خبرته قليله ولا خبرته وسط ولا كبيره، هل هو سينيور ولا هو اللي هو مانجمنت ليفل. فانا محتاج ابقى عارف التفاصيل دي كلها، فهعمل التفاصيل دي على شكل الهيكل الوظيفي المعتاد اللي احنا عارفينه اللي ممكن نسميه organization chart. ويعني ده ممكن يبقى جزء من الـ OBS. الـ OBS اللي هي organization breakdown structure أو هيكل تجزئة المنظمة أو المؤسسة. لو نفتكر ان احنا كنا خدنا الـ WBS قبل كده، الـ WBS كان تقسيم شجري للأعمال، ده مشابه له بالظبط، الـ OBS مشابه له، بس الفرق ان هو على المؤسسة بقى بالكامل بدءا من الـ CEO بتاعها زي هيكل وظيفي للمؤسسة كلها الـ OBS. والـ RBS كنا خدناه قبل كده Resource Breakdown Structure والـ WBS. فبالتالي نرجع لموضوعنا Organization Charts and Position Description، Document Team Members Roles and Responsibilities. بعمل توثيق لإيه هي الأدوار والوظائف اللي أنا عايزها عشان أتأكد فعلا أن كل Work Package هي سيتم تخصيصها لواحد من الناس. ممكن استخدم الفورمات الثلاثه اللي عندي دي. الاول الهيراركيكال الشجري اللي هو اللي قلنا عليه من شويه، هيكل وظيفي organization chart، او responsibility assignment matrix اللي هي بسميها رام اللي انا شايفها هنا، هي عباره عن ماتريكس. ماتريكس يعني مصفوفه او جدول بيبين حاجه في العمود الراسي وحاجه في الافقي او اللي هي ممكن نسميها الروز والكولومز الصفوف والاعمده. هنا الرام ممكن تبقى عبارة عن مجموعة الشغل نفسه، الأعمال بتاعت الـ WBS، إيه هي الـ Work Packages اللي عندي، طيب ومين اللي هيبقى مسؤول عنها. فأنا محتاج مثلا أحط إيه هي الأعمال في العمود دوت، وأحط مين هم الناس هنا، وأبدأ أعمل تشيك مثلا على مين مسؤول عن إيه، بحيث إن هي تبين لي مين الأفراد ومسؤولين عن إيه من الأعمال. من ضمن الأمثلة بتاعتها هي طبعا ممكن تبقى كاستمايزد أو متشكلة بأشكال متعددة جدا الرام على حسب أنا يعني محتاج أعمل إيه. فمن ضمن الأمثلة بتاعتها حاجة اسمها راسي. راسي الحروف بتاعتها RACI اختصار الـ R Responsible، الـ A Accountable، الـ C Consult، الـ I Inform. وببدأ إن أنا أحط الأكتيفيتيز بالشكل ده زي ما احنا شايفين: Create Charter، Collect Requirement، Submit Change Request، Develop Test Plan. وقدامي هنا الأفراد نفسهم الـ Persons أو الـ Team، وأبدأ أحط عند كل واحد الحرف بتاعه، هل هو Responsible مسؤول، ولا Accountable مساءل ولا أو محاسب، ولا Consult ممكن يديني استشارة، ولا Inform for Information بس إن أنا أديله بيان أو معلومة عن الموضوع. ده شكل من الأشكال الميتريكس، لا شك زي ما بنقول ليها أشكال متعددة. التكست اورينتد فورماتس، الفورمات اللي هو تكست اورينتد يقصد بيه بيان نصي، ان انا احط مثلا زي ما شايفين هنا الرول عباره عن كوست انجينير مثلا، الريسبونسابيلتيز بتاعته هيعمل مثلا كوست استيميشن وكوست كنترول، وهيعمل بادجيتنج وفاينانشال كنترول وهكذا. الاثوريتي مسؤول عن ايه او صلاحياته ايه، مسؤول انه ياخد قرارات في حاجات معينه، مسؤول عن كذا كذا او صلاحياته كذا كذا. فده شكل التكست اورينتد فورمات. واللي ممكن ان انا اسميه بوزيشن ديسكريبشنز، وصف للبوزيشنز الادوار او الوظائف، اند رول ريسبونسبيلتي اوثوريتي فورم نموذج الادوار والمسؤوليات والصلاحيات. التول والتكنيك اللي بعد كده عندنا هو النتوركينج. يقصد بالنتوركينج ان يبقى فيه تواصل ما بين الناس، ان انا احاول دايما الناس يبقى فيه تواصل ما بينها، باعتبار ايه؟ ان انا لو عندي فريق والفريق ده
الناس مش عارفة بعضها او هايبة بعضها، او يعني كل واحد محتكر الحتة بتاعته ومفيش تواصل او جو مرح ما بينهم، لا شك ان ده هيأثر على الأداء. كل الناس بيبقى فيه انتجريشن ما بينها وما بين بعضها، فأي واحد عايز معلومة من التاني الأسهل إنه بدل ما يروح لمدير مشروع يقول له عايز المعلومة، مدير المشروع يروح يجيبها له من الفرد ده، لأن يبقى فيه تواصل ما بينهم، يحصل فعلا دمج وانتجريشن ما بين الناس وما بين بعضها. فبالتالي أنا مطالب دايما إن أنا أخلق جو تواصل وجو ألفة ما بين أفراد الفريق عشان يدوني إنتاجية أعلى. لما أشوف مثلا أفراد الفريق واخدين مثلا 10 دقايق ولا ربع ساعة بيتكلموا ويدردشوا يتعرفوا على بعض وبيحكوا مثلا على اي حاجه في الهيستوري بتاعهم، النهارده عملت ايه مش عارف ايه، امبارح رحت كذا كذا، ما ازعلش ابدا من كده وما اقولش ان ده هيأثر على وقت الشغل، لا بالعكس ده بيخلق جو ألفة ما بينهم، بيخليه بعد كده ان اي واحد عايز معلومه من التاني، التاني ما يعاندش وما يتعنتش في ان هو يديها له، لا بسرعه هيديها له، وهيبقى التعاون عالي جدا ما بين افراد الفريق. من أمثلة النتوركينج اللانش ميتينج أو الغداء العمل، يعني إن أنا أعزمهم على غدا مثلا، أو إن حتى لو مشاركة ما بين الكل، بس الفرق إن هو يبقى إيه الناس في ألفة ما بينهم وما بين بعضها، إن هم واكلين عيش وملح مع بعض. يعني informal conversation ان انا يعني يبقى فيه تواصل باستمرار، مش شرط ان يبقى formal محادثات، لا المحادثات زي اللي بنقول عليها محادثات جانبية او مع project manager، بس تبقى informal بندردش على حاجات ممكن بره الشغل. يعني الايفنتس ان يبقى في ايفنت مثلا كل فتره، مثلا الايفنتس دي ممكن تبقى سواء بقى علميه او اجتماعيه، ممكن تبقى ليها اي شكل من الاشكال. الكونفرنسز المؤتمرات، المؤتمرات تبقى علميه طبعا. طول التكنيك بعد كده اللي معانا organizational theory. المقصود بorganizational theory ان انا ادرس يعني الشكل بتاع الorganization نفسه والمنهج اللي ماشي بيه ايه، او الستراكشر اللي ماشي في الorganization ايه، لان ده لا شك يعني بيأثر على الريسبونس بتاعي على موضوع الhuman resource management. يعني زي ما كنا قلنا قبل كده في موضوع الميتريكس مثلا، بيبقى الفرد له 2 مدراء، فلا شك ان دي بتعمل برضو ايه تعارض احيانا. في الفانكشنال بيبقى المدير الوظيفي، وفي مثلا في الهيراركيكال ستراكشر بيبقى فيه يعني طبقات او ليفلز ما بين كل واحد والتاني، فبالتالي بيحصل مثلا عشان حاجه تتوافق عليها او تعتمد تطلع للمدير ثم المدير ثم المدير، وبعد كده يرجع الابروفال من المدير ده ثم المدير ده ثم المدير ده. فلا شك كل دي يعني ايه بيبقى محتاج ان انا ادرسها، لان ليها تاثير على التخطيط بتاعي كهيومن ريسورس مانجمنت. والاكسبرت جادجمنت مقصود بيها حكم الخبراء. نيجي للاوتبوت. الاوتبوت الرئيسي اللي عندنا وهو يعتبر الوحيد للبروسيس دي هي الهيومن ريسورس مانجمنت بلان. الخطه بتاعت الهيومن ريسورس مانجمنت بلان بتعرفني ازاي انا هحدد الستاف ده وايه هي الوظائف اللي انا عايزها، وطيب وهعينهم امتى وهدرهم ازاي، وهيبقوا لانهي بوزيشن وهيفضلوا معايا فتره قد ايه، بحيث ان انا امتى هعمل لهم ريليز، امتى ان انا هستغنى عنهم وهكذا. طيب من مكونات الخطه دي الرولز اند ريسبونسابيلتيز، الادوار والمسؤوليات. عشان نبقى فاهمين الفرق ما بين المصطلحات المختلفه، الرول هو الدور اللي هيلعبه الشخص في المشروع، زي مثلا سيفل انجينير محتاج مهندس مدني، محتاج مهندس تكاليف، ده الرول بتاعه. الاثوريتي الصلاحيه بتاعته، صلاحيته يوصل لغايه فين، هل صلاحيته ان ياخد قرارات معينه يدي ابروفال او اكسبتنس على حاجه، ولا صلاحيته ان هو بس يعمل الشغل ويرفعه للي فوقيه واللي فوقيه هو اللي هيعمل الابروفال دوت. الريسبونسابيلتي ايه هي المسؤوليات او المهام المخصصه له، يعني مثلا هل هو مسؤول عن مبنى معين، ولا مسؤول عن السكيلتون بس او الاستراكشر السكيلتون الهيكل الانشائي الخرساني فقط، ولا مسؤول مثلا على السايت وورك، ولا مسؤول عن حاجتين مع بعض. دي الريسبونسابيلتيز المسؤوليات اللي عليه. الكومبتنسي مقصود بيها المهارات اللي عنده، انا محتاج الراجل ده يتوفر فيه مهارات ايه عشان يفولفيل الريكويرمنتس او عشان يؤدي المطلوب الادوار المطلوبه ديت. تاني حاجه في الهيومن ريسورس مانجمنت بلان الهيكل الوظيفي، البروجكت اورجانيزيشن تشارت، ومعروف طبعا ان هو عباره عن هيكل جرافيكال او شكل يعتبر رسومي موجود فيه الناس بتوع الفريق اللي هم اعضاء الفريق بتوع المشروع والعلاقات ما بينهم، ده بيربورت لمين وده بيربورت لمين وهكذا.
الجزء الثالث عندي من البلان هيومن ريسورس مانجمنت هي الستافينج مانجمنت بلان، خطه التوظيف. خطه التوظيف بقول فيها انا يعني محتاج ستاف، محتاج ناس، طب هجيبهم منين الناس ديت؟ هل هجيبهم من يعني اقسام موجوده في المؤسسه اللي انا فيها برضو، ولا هعمل هايرنج من بره، ولا هعمل ايه بالظبط؟ هتصرف ازاي؟ هعمل الاكوزيشن او تعيين الناس ده هعمله ازاي؟ وامتى هعمل ريكروتينج ليهم؟ يعني هيبدا شغله من الشهر ده، ولا في ناس معينه مثلا انا محتاجها بعد 4 شهور، وهكذا. لازم يبقى في خطه زمنيه للتعيين، وفي نفس الوقت للاستغناء عن الناس اللي هي ستاف ريليز بلان، امتى انا هستغنى عن كل واحد. ومثلا يعني هل في جوب معينه هتتعمل الناس الطبيعيه ما بتبقاش عارفاها، فانا محتاج ان انا ادربهم عليها، اللي هو مثلا يعمل انسبكشن للويلدنج، استلام للحمات، سواء لحمات فوق الارض او تحت الميه او ايا كان، فمحتاج ان انا ادي له تريننج بشكل معين. وبالنسبه للهيومن ريسورس، هل في شركتي او في الواقع في كنقابات للعمال او في الجفرنمنتال ريجوليشن، التشريعات الحكوميه، هل في حاجه معينه، رولز معينه انا محتاج ان انا اتطابق معاها وانا بجيب الناس او انا بتفق معاهم؟ في نفس الوقت ايه هي الاجراءات الامن والسلامه اللي انا محتاجها عشان الناس دي تبقى بتشتغل بشكل امن؟ ونظام الريكوجنيشن والريورد سيستم، هل هيبقى فيه نظام معين للمكافآت سواء كان بالحاجات المادية أو الحاجات المعنوية، من أمثلتها say thank you، member of the month prize، جائزة أحسن موظف في الشهر، performance prize، recommend him أو her for raises، إن أنا يعني أعمل توصية إن الشخص ده يترقى، parties، events، celebrations، الاحتفالات والغدا وهكذا، training courses، إن أنا أدفع له إن هو يتدرب في أماكن معينة أو دورات معينة. وبكده يبقى خلصنا البروسيس الأولى من الشابتر ده، شابتر البروجكت هيومن ريسورس مانجمنت.